أصدقائي المتابعين، جايلكم النهاردة بوصفة جديدة، وصفة غريبة جدا. إزاي تعمل البيتزا بالكوارع محشية محشي كرومب؟ هنعمل عادي طريقة البيتزا بتاعتنا العادية جدا. احنا هنجيب الدقيق بتاعنا والمية والخميرة، تمام، واللبن، معلقتين لبن بودرة، ونجهز تشكيلة البيتزا بتاعتنا لغاية ما تخمر. بعد ما تخمر هنحط الحشوة بتاعتنا من فوق الكوارع. هنجيب قطعة كوارع بعد طبعا ما نكون سلقينها ومستوية جدا. نجيب قطعة الكوارع نقطعها قطع صغيرة فوق على الوش كده، اللي هي الرشة بتاعتنا بتاعت الكوارع. وهنيجي على طبقة البيتزا هنفتحها كده ونحط جواها صوابع المحشي، ويا ريت ما نكترش يعني، تمام. بعد كده ناخد الخلطة دي كلها نحطها الفرن مع طبعا شوية رش كده، مثلا ايه، جبنة كده مارجريتا ولا حاجة من فوق كده، هتشد معاك وتدي طعم ونكهة جميلة جدا. بعد ما هنخلصها في الفرن ونلاقيها كده انها ابتدت تحمر شوية، نخرجها وكل احلى بيتزا بالكوارع محشية محشي كروم بالهنا والشفا.